باسم المقاتلين وباسم القادة الميدانيين ومن لهم وقفة مشرفة من علماء دين وشيوخ العشائر المنتفضة ضد التنظيمات الإرهابية، اجتمعنا للظروف التي طرأت على محافظتنا العزيزة خلال هذه الأيام التي مرت علينا، ونحن نقارع التنظيمات الإرهابية لأكثر من عام ونصف، وعانينا ما عانينا من ظروف قاسية وقاهرة، ونحن ماضون بإذن الله بقتال التنظيمات داعش الإرهابي حتى تحقيق النصر المؤزر إن شاء الله. إن الانتصارات التي تحققت في محافظة صلاح الدين من قبل قوات المشتركة والحشد الشعبي وقتل أعداد كبيرة من المجاميع الإرهابية، توجه ما تبقى من فلول داعش الإرهابي إلى مدينة الرمادي تعويضاً لهم على هزيمتهم وخيبتهم في محافظة صلاح الدين، محاولين فرض السيطرة التامة على مدينة الرمادي الصابرة. وبالفعل حدثت خروقات أمنية وحصلت ابتداءً من الجزيرة وإلى قيادة عمليات من جهة الشمالية، وبعدها حصلت الخرق الأمني داخل مركز المدينة، وتعتبر هذه هي المنطقة الاستراتيجية لمدينة الرمادي من حيث موقعها الجغرافي المهم داخل المدينة. ولقلة الإمكانيات في متطلبات المعركة لدى أبناء العشائر والشرطة المحلية، علماً أن التعزيزات العسكرية من قبل قيادة عمليات الأنبار والقوات الساندة لها من جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع لا تكفي لتحرير ولا تكفي لوضوع خط صد لها. بوقفتنا هذه نلبي طلب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والسيد محافظ الأنبار حول تطوع أبناء المحافظة في الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، كما ندعو أبناء المحافظة بالتطوع في صفوف الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي. نشكر السيد القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي على إعفاء عدد من الضباط الذين لهم وقفة مشرفة ضد المجاميع الإرهابية من قانون المساءلة والعدالة. نطالب السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة لكون المعركة صعبة، كما نطالب بإرسال أفواج من الحشد الشعبي لمساندة أبناء المحافظة، كما نطالب قوات التحالف وطيران الجيش العراقي على تكثيف الطلعات والضربات الجوية على أفكار عصابات داعش الإرهابي أينما وجدت. على السيد رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري المحترم والسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم وعلى الحكومة المركزية كافة أخذ هذه المتطلبات والقرارات من القادة الميدانيين في المحافظة بنظر الاعتبار والجدية كون المحافظة محاصرة من قبل تنظيمات داعش الإرهابية ولم يتبقى سوى القليل منها بأيدي الأجهزة الأمنية.
لا.